ونسعد باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج رقم 011-40-53. أحبتنا، كثيرا ما يعاني الحجاج من بعض الأعراض والمضاعفات والاعتلالات الصحية بعد انتهاء من أداء مناسك الحج والعودة إلى الديار بالسلامة، وهو ما يعرف باضطرابات ما بعد الحج. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور محمد بن عبد الله آل شيف، استشاري أمراض باطنية وأمراض تخثر الدم والأوعية الدموية. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج المميز والإذاعة المميزة. سعيدين جدا بتواجدك معنا دكتور. خلينا بداية كذا ندخل في موضوعنا لليوم ونتعرف على ماهية أعراض اضطرابات ما بعد الحج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني حج هذا العام يعني استثنائي بكل ما في الكلمة، معنا بأعداد قليلة واستثناء المرضى المسنين أكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة ليكون آمنا بالنسبة للحجيج، وهذه أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية، وأسأل الله يعني أن يحفظ الحجاج وأن يجعل الحجاج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. طبعا يعاني بعض الحجاج أو نسبة كبيرة من الحجاج يعني بعد العودة يعني إلى ديارهم من أعراض متعددة، يمكن نطلق عليها اضطراب ما بعد الحج وليس مرض، وهذه الحالة ليست مرضا بحد ذاته يعني، وليست مذكورة في الكتب أو المراجع الطبية اضطرابات ما بعد الحج، يعني إنما هي يعني مجموعة من الأعراض تشتمل على الإرهاق والفتور، آلام وأوجاع مختلفة في العضلات والمفاصل والظهر بسبب المجهود البدني الشاق، صداع وتوتر، أيضا تغير في لون البشرة، اسمرار بسبب تعرض للشمس، حرارة الشمس، والآن يعني إحنا في يعني عز الصيف في شهر أغسطس أو شهر جولاي، أيضا التهابات أو عدوى، قد تكون التهاب الجهاز التنفس العلوي من زكام وإنفلونزا، وأيضا يعني نحن الآن في جائحة كورونا، قد تكون هناك أعراض جائحة كورونا، وأيضا اضطراب في النوم، فهي مجموعة من الأعراض وليست مرض بحد ذاته. لماذا طب تحدث هذه الاضطرابات؟ ما أسبابها يا دكتور؟ نعم طبعا يعني تنجم يعني عندما يتعرض له الحاج أثناء المناسك خلال طبعا مدة قصيرة أيام معدودات، إرهاق وتعب وجهد كبير جدا، يعني تخيلي تنقل ومشي وحركة مستمرة تحت أشعة شمس يا دكتور. نعم تخيلي يقطع الحاج ما يقارب ب 30 كيلومتر سيرا على الأقدام طوال مدة المناسك، وإذا كان يعني حج دون ركوب مواصلات فيصل مجموع المسافات يقطعها طوال المناسك ما يقارب 60 كيلومتر. تخيلي الطواف، يشتمل الطواف 4.0 كيلومتر، أيضا السعي بين الصفا والمروة، أيضا التنقل من مكة إلى المشاعر، من منى إلى عرفات وعرفات إلى مزدلفة ومن ثم إلى الجمرات والرجوع، تخيلي مجهود بدني شاق جدا، وتظهر هذه الأعراض خاصة يعني للأشخاص الذين ليس لديهم لياقة بدنية كافية، يعني غير متعود على يعني أداء أي نوع من التمارين الرياضية، وفجأة يعني يؤدي مناسك الحج متوقع تظهر له أعراض في العضلات وشد عضلي وألام في أسفل الظهر، أيضا التعرض لأشعة الشمس المباشرة أيضا يؤدي إلى يعني غير استمرار البشرة، قد يؤدي إلى صداع، قد يؤدي إلى يعني ضربات شمس، إلى وإلى مضاعفات أخرى أو جفاف، والتعرض للفيروسات يعني زكام إنفلونزا والكورونا اللي هو كوفيد 19 أو اللي هو متلازمة كورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. نعم يعني في حج هذا العام أعداد قليلة
لضمان التباعد الاجتماعي مسافة متر إلى مترين لتقليل الإصابة بهذه الفيروسات. الحمد لله يعني بفضل الله يعني إن هذه الأعراض يعني سرعان ما تزول وتتشافى يعني من تلقاء ذاتها أو مع بعض الأدوية مع مرور الوقت، وأيضا اتباع يعني يعتمد أيضا يعني اتباع بعض الإرشادات التعليمات طبعا التي سنناقشها يعني لاحقا في المحاور القادمة عشان نتجنب الإصابة المتلازمة ما بعد الحج. نعم، تجنب مخالطة الحاج دكتور للناس بعد رجوعه من الحج مباشرة دائما ما ينصحون فيه بالنسبة للحاج، ما هو السبب يا دكتور؟ نعم جميل جدا. طبعا احنا في السنوات الماضية قبل جائحة كورونا يعني ننصح يعني الحجاج بعد العودة إلى ديارهم يعني وخاصة يعني عند الإصابة بأعراض الزكام والسعال. يعني أنا يعني الوالد سنويا يعني يحج ما عدا هذه السنة، كل سنة يعني يعود بأعراض الزكام والإنفلونزا يعني بالزكام، ولكن أعراض الحمد لله خفيفة. يعني ننصح يعني أو يفضل تجنب مخالطة الآخرين طبعا خاصة المخالطين كبار السن في المنزل وأصحاب الأمراض المزمنة قدر الإمكان. الآن تغيرت، الآن صار إلزامي نقول صحيح. مو نقول ليس فقط عند الإصابة بالأعراض الزكام، حتى لو لم يكن هناك أعراض زكام أو سعال أو التهاب تنفسي علوي أو سفلي، يعني وزارة الصحة توصي عزل الحاج نفسه لمدة أسبوعين، هذه وفق توصيات وزارة الصحة لهذا العام بعد العودة يا دكتور. نعم. منازلهم بعد ليش؟ لأن هذه فترة الحضانة، فترة حضانة الفيروس هي يعني الأفرج أو المعدل تظهر بعد 5 أيام، ولكن قد تظهر الأعراض إلى مدة 14 يوم. بعد الانتهاء من 14 يوم بإمكانه يعني زيارة يعني تفتح الزيارة الآخرين. في نقطة مهمة جدا، سبحان الله يعني الآن مع جائحة كورونا التفتنا لأشياء كثيرة. كنا في السابق يعني يعود الحاج من الحج ولديه زكام أو إنفلونزا ويصافح، يعني ليس فقط يصافح، يقبل. كنا إحنا الحاج يأتي من الحج نحتفل فيه يا دكتور، نحتفل فيه أحب الأحضان تقبيل مصافحة، ولا كنا يعني نكترث بالإجراءات الاحترازية. صدقنا هذه الإجراءات الاحترازية مهمة جدا، فلذلك تنتقل. نشوف إحنا يعني قبل جائحة كورونا يعني ما كنا نلتفت، أتكلم أنا كطبيب أو في المجتمع، شوف كل يوم كل فترة واحد جاء زكام جاء لعدم اللي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية. فيعني ضروري جدا يعني التقيد بعد العودة من الحج العزل لمدة أسبوعين. فإذا هذه السنة مختلفة عن باقي السنوات يا دكتور بسبب نعم. الإجراءات الاحترازية. نعم. يمكن مثل ما صرح معالي وزير الحج ومعالي وزير الصحة أنه سوف يكون هناك عزل منزلي صحي إلزامي بعد أداء مناسك الحج لجميع الحجاج، وذلك لضمان الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وعدم انتشار الوباء لا قدر الله. نعم. أنت في الحقيقة أثرت نقطة اللي هي نقطة الاحتفال بالحاج يا دكتور، هذا يخلينا نتساءل على النظام الغذائي اللي يساعد الحاج في استعادة صحته بعد الحج. نعم جميل جدا. نقول احنا دور النظام الغذائي هو دور محوري وضروري لاستعادة الحاج صحته بعد أداء مناسك الحج. فنقول احنا طبعا بتكلم عن أثناء الحج وبعد الحج، يعني الآن نتكلم نقول طبعا شرب كميات كبيرة من السوائل طوال فترة الحج وبعد العودة من الحج لتعويض كمية السوائل المفقودة، خاصة الآن الحر شديد، نسبة الحرارة درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وتعرض مباشر لأشعات الشمس والمجهود البدني، فلابد من تعويض السوائل المفقودة أقلا لترين من الماء. تعويض السوائل يا دكتور هل هو بالماء أم بالعصائر أم يمكن بالفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ مثل الشمال؟ جميل جميل جدا جميل. السوائل طبعا ما قلت الماء، السوائل يشتمل الماء كما أسلفتي، أيضا العصيرات، أيضا يعني اتطرقت إلى موضوع يعني الفواكه. في الفواكه يعني مهمة جدا، يعني الأطعمة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة لتعزيز جهاز المناعة مثل الحمضيات، البرتقال، الليمون، اليوسف أفندي، الفراولة والبطيخ. البطيخ ذكرت أنه من أهم الفواكه في فصل الصيف، يعني فاكهة الصيف، هو يحتوي على كميات كبيرة من الماء 90%، هذه يعني كفيلة لمنع الجفاف
وأيضا يحتوي على ألياف ومضادات الأكسدة التي تمد الجسم بالطاقة. في بعض الفواكه سبحان الله هي زي الفراولة مثل البطيخ، يعني تعتبر فواكه، الأفوكادو فواكه الطاقة. أيضا في بعض الأطعمة يعني مثل البروتينات قليلة الدسم، يعني من أهم العناصر الغذائية تمد الجسم بالطاقة، مثلا العدس نقول، والفول والفاصوليا، هذه غنية بالبروتينات، غنية جدا بالبروتينات وقليلة السعرات الحرارية. أيضا المكسرات مثل اللوز والفول السوداني والجوز والحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة يعني الخبز الأسمر، الأرز الأسمر أو البني، المعكرونة أيضا هذه ضرورة للطاقة. إحنا نقول ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. أيوة هذه قبل الحج وخلاله وبعده، بهدف تجنب يعني حدوث صداع أثناء الحج وموعد الحج، لأن ترى معروف هذه يعني اللي يتعود على يعني تناولها يعني عند تركها يصاب بصداع شديد، ونشوف احنا كيف في رمضان في رمضان يعني نصاب بصداع شديد بسبب لو تعود على يعني تناول المشروبات الغنية بالكافيين. ضرورة التقليل من الأطعمة المالحة. ماذا عن الحديد يا دكتور؟ هل يركز على الأطعمة الموجود فيها حديد مثل الكبدة مثل نعم جميل. الحديد طبعا هو يعني مصدر الحديد اللي هو الكبدة وأيضا البقوليات، الفول والعدس والخضروات الورقية. الخضروات الورقية أيضا مثل الجرجير غنية بالحديد. الحديد طبعا الهيموغلوبين ضروري جدا للطاقة، يعني اللي عنده أنيميا أو نقص في الهيموغلوبين يشعر بالتعب بالإعياء عند بذل أي مجهود، لذلك ضروري جدا التقييم الطبي قبل أداء مناسك الحج، وإحنا راح نتطرق له يعني ليش نسوي تقييم طبي. هذا من ضمنها الهيموغلوبين، إذا كان في فقر دم يجب علاجه أو يجب البحث عن سبب فقر الدم، علاجه بالحديد أو يأخذها عن طريق الوريد يا دكتور؟ في عن طريق الوريد وفي عن طريق الفم، وأيضا يعني المصدر اللي هو الحيواني والنباتي. يعني كل حالة على حدة. هذه الأغذية ترفع المناعة يا دكتور، وهو الهدف المطلوب من تناول هذه الأغذية؟ اي والله شوف الأطعمة هذه أنا ذكرت مجموعة من الأطعمة تزيد الطاقة وترفع المناعة. أيضا يعني قد يكون من المهم، أنت عارفة الآن في توصيات كثيرة تناول فيتامين سي وفيتامين دي اللي هو السي الفوار يا دكتور والزنك. أي السي الفوار اللي هو واحدة حبة واحدة، اللي هو أعتقد 1 جرام مرة في اليوم، وأيضا فيتامين دي 1000 وحدة يوميا، وزنك في الجرعة من 50 إلى 100 ميلي جرام. هذه الثلاثة يعني ثلاثة اللي هو المكملات أقول الغذائية يعني يوصى بها لتقوية وتعزيز جهاز المناعة. أنت الآن لو تسمعي أي واحد يصاب بكورونا سواء كان حالة شديدة أو متوسطة أو معتدلة، يعني يوصى باستخدام هذا الكوكتيل العلاجي. يعني إحنا نأخذ يعني من مصادر طبيعية من الخضروات أو الفواكه الغنية بفيتامين سي اللي ذكرتها، مثلا برتقال، الليمون، يوسف اندي، الفراولة، وأيضا أخذها من يعني جرعات دوائية. نستأذنك دكتور والسادة المستمعين بفاصل ونعود. وما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج عيادة الحاج عبر أثير إذاعة الرياض، ونتحدث في هذه الحلقة عن اضطرابات ما بعد الحج. ضيف العزيز عبر الهاتف هو الدكتور محمد بن عبد الله آل شيف، استشاري أمراض باطنية وأمراض تخثر الدم والأوعية الدموية. حياك الله مرة أخرى دكتور. الله يحييك أختي بدرية.
مستمعين الكرام، نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف البرنامج رقم 011-40-53. دكتور، لعلنا قبل الفاصل تحدثنا عن نوعية الطعام اللي المفروض أن الحاج ينتبه له، والاستعداد كإعداد جسم الحاج قبل الذهاب لموسم الحج، وبالتالي بعد الحج يحتاج أنه يرفع مستوى المناعة لديه. فإذا باختصار دكتور، في عندنا اللي هي الاحتفالات بالحاج ويكون فيها لحوم يا دكتور، وجبات دسمة وغنية بالدهون، يمكن بعض الأحيان تسبب حالة ارتجاع للحاج نفسه ويكون أمر مزعج، فكيف يعالج هذا الأمر؟ نعم، يعني الوجبات الدهنية الدسمة مثلا الكبسة معروف أنها يعني غنية بالسعرات الحرارية وبالدهون، تسبب تلبك في الجهاز الهضمي، تسبب عسر هضم، وخاصة المرضى الذين لديهم قولون عصبي أو متلازمة قولون عصبي، تعرف نسبة كبيرة يعني في المجتمع قد تصل إلى أكثر من 10%، يعني واحد من كل 10 أشخاص يكون لدي قولون عصبي. يعني بعد يعني تعرف سبحان الله تغير كبير في النمط المعيشي للحاج أثناء ناسك الحج، تغير النمط له المعيشي من النوم، أيضا المجهود البدني، نوعية الطعام تتغير، فتعرض لأشعة الشمس، فعندما يعني يأتي مثلا ويتناول الوجبات الدسمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية قد تسبب يعني تلبك في المعدة، يعني تهيج في قولون عصبي أو ارتجاع في حامض. فأنا ننصح بتجنبها، يعني أقول ترك الدم أفضل من استغفار، يعني بدل ما واحد يتناولها وبعدين يتناول خافض الحموضة مثلا الحبوب زي الأوميبرازول أو يستخدم بعض العلاجات لتخفيف حدة القولون العصبي، توجد بعض الأدوية المضادة ل التشنجات أو مضادة للمغص، فأنا أنصح يعني بتجنبها، يعني بعدم تناولها، ولكن عند مثلا تناولها وظهور الأعراض الجانبية من ارتجاع الحامض أو تهيج قولون عصبي يستخدم العلاج اللازم. طب أثناء الحج يا دكتور، إيش الأمور اللي لازم ينتبه لها الحاج حتى لو يصاب باضطرابات بعد العودة من الحج؟ نعم، جميل جدا، يعني استكمالا المحاور الشيقة اللي ذكرتها، نحن نقول يعني تخطيط للحج، يعني نقول عشان نمنع اضطرابات ما بعد الحج نخطط للحج جيدا، يعني كلنا يعني يخطط للحج التخطيط بالعفش، يعني تخطيط إصدار التصريح مهم جدا، لكن احنا نقول التخطيط الصحي أهم أيضا. ينبغي على الحاج مراجعة الطبيب على الأقل شهر أو 4 أسابيع قبل أداء مناسك الحج. لماذا؟ يعني التزود بكميات كافية من الأدوية، أيضا تقديم المشورة الطبية، نشوف هل الاستطاعة، نقول لمن استطاع إليه سبيلا، ليس فقط الاستطاعة المادية، الاستطاعة الصحية، هل يستطيع الحاج لأداء مناسك الحج؟ هذه مهمة، يعني هل هو ملائم أو غير ملائم صحيا. وأيضا نصائح المحافظة على الصحة العامة أثناء الحج، أيضا يعني أخذ الدواء بكميات كافية لمدة رحلتهم أو أثناء أداء مناسك الحج. تعرف أن يجب أن تأخذ الأدوية مثلا إذا كنا على متن الطائرة أو في حافلة تكون في حقيبة يد بدلا من شحنها في حقائب السفر العفش. ليش؟ لتجنب فقدانها وتلفها، لأنها تتلف عند التعرض للحرارة الشديدة. وعلى الحجاج الذين يحتاجون للحقن مثلا كالأنسولين أو مميعات الدم، يجب إرفاق تقرير طبي يوثق الحاجة الطبية لهذا الحقن. أيضا وجود البطاقة الصحية جدا مهمة، بطاقة صحية، بطاقة يذكر فيها اسم المريض، الأمراض المزمنة، أيضا الأدوية، وإذا كان هناك حساسية لبعض الأدوية، لتسهل على المسعفين أداء من مهامهم الإسعافية. مثلا لو المريض مثلا أغمي عليه وكانت هناك أسوارة موجودة، يعني هذه تبع البطاقة الصحية، أسوارة مكتوب عليها مريض سكري، قد يكون لدى الحاج يعني نقص في السكر،
فإعطاء مثلا اللي هو يعني سكر أو مواد حالية أو سكرية تعالج المريض وتمنع اللي هو مضاعفات شديدة. أيضا مهم جدا الإحماء البدني، مهم الإحماء البدني قبل أداء مناسك الحج، نقول ممارسة رياضة المشي التدريجي، يعني زيادة الجرعة تدريجيا لمنع الشد العضلي وآلام العضلات. طبعا مهم جدا أثناء الحج، يعني تكلمنا احنا الغذاء الصحي، أيضا في يعني شائع جدا أثناء الحج التسمم الغذائي، يعني في بعض النصائح المهمة باختصار: تجنب تناول الطعام أو شراء الطعام الباع المتجولة، غسل الخضار والفواكه جيدا، تأكد من طهي الطعام، تأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المعلبة خاصة المنتجات الألبان، تجنب السلطات اللي تحتوي على الصلصات زي كالمايونيز أو صلصة الدقوس اللي هو، لأن هي تعتبر يعني وسط يعني غني للبكتيريا لنمو البكتيريا. أخذ قسط كافي من الراحة بين أداء مناسك الحج والنوم الكافي. طبعا مهم جدا زي ما قلت تجنب تعرض لأشعة الشمس، يعني قدر الإمكان استخدام المظلة الشمسية لتفادي يعني العياء الحراري وضربات الشمس. أيضا الإجراءات الاحترازية مهمة: كمام، تعقيم اليدين، غسل اليدين بالماء والصابون، ترك مسافة آمنة قدر الإمكان. معروف أن الحج هو عبادة جماعية، يعني صعب جدا، ولكن لذلك يعني مختلف هذه السنة يا دكتور عن باقي السنوات، تم تقليل يعني، وهذه طبعا تعتبر إشادة إلى المملكة يعني في هذا الإجراء، يعني تقليل عدد الحجاج بدل من إلغاء الحج، تقليل عدد الحجاج ويعني ومنع الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين للمحافظة على يعني سلامة الحجاج. فهذه طبعا مهمة جدا، حفظ الأدوية بطريقة سليمة. أنت عارف الشمس لو تعرضت الأدوية لأشعة الشمس لمدة ساعة فقدت يعني يعني فاعليتها، فلذلك يجب أن تحفظ بطريقة سليمة. هذه هي يعني بشكل مختصر. ونقول احنا شيء مهم، اذا كان مرضى يعني اذا كان حجاج لديهم امراض مزمنه ضروره الملازمه او المداومه على تناول الادويه. فعندما يهمل المريض اثناء يعني اداء مناسك الحج الادويه قد تزداد سوء المشاكل الصحيه الموجوده قبل الحج، مثلا سكري، ضغط، وامراض القلب قد تتفاقم بعد الحج يا دكتور. اكيد، لان انا يعني بعض الحجاج الرجوع مثلا زياره العياده بعد اداء مناسك الحج اشوف العلامات الحيويه يعني غير منضبطه، اشوف السكر مرتفع، الضغط مرتفع، اقول ليش؟ اقول والله أخذت يعني تركت الأدوية، يعني تساهل أو انشغل يمكن عن أخذ الأوبرو. نعم، نقول إحنا صراحة يعني أذكر أخواني يعني الحجاج كده بضرورة الالتزام بالأدوية في مواعيدها. طبعا في هناك طرق للتسهيل الآن موجودة، علب يعني مثلا مدة الحج مثلا 7 أيام نقول أوكي، يضع الأدوية مثلا في بوكس أحسنتي هذا يستخدم الأصحاب الأمراض المزمنة، يضعها هذه جرعة الصباح، جرعة المساء، أو جرعة الظهر، ويكون يعني يحفظ في السير، سير لو أثناء مثلا يعني يحفظ كل يوم جرعة يضعها في الحزام الحاج يؤدي مناسك الحج إن شاء الله. إذن هذا أثناء الحج. الآن نبغى نعرف ما النصائح اللي تساعد الحاج في رعاية لاحقة بعد الحج دكتور؟ نعم، جميل جدا. يعني إحنا زي ما سلف ذكرنا بفضل الله أن يعني هذه الأعراض يعني نقول إحنا سيلف ليميتنج، يعني سرعان ما تزول مع مرور الوقت. أخذ راحة كافية ونقاها مع تناول المسكنات. يفضل للحاج يعني عدم مباشرة الأعمال والوظائف حين وصول دياره. أخذ إجازة لمدة أسبوع، إجازة نقاها. الحج مدة أسبوع نقاها، طبعا هذه لصحته وصحة الآخرين. والراحة والنوم الكافي مهمان لتعزيز جهاز المناعة. معروف أن احنا نستعين بالراحة والنوم، النوم الكافي يعزز جهاز المناعة ممكن أكثر من الفيتامين سي وفيتامين دي والزنك، لأن النوم الكافي مهم جدا. طبعا نقول احنا تعديل النظام النوم تدريجيا خاصة عندما يكون هناك فارق التوقيت. الحمد لله السنة هذه قلنا استثنائي، يعني فقط حجاج الداخل، يعني لا يوجد حجاج الخارج. طبعا يأتون إلى الحج من كل فج عميق، تخيلي من يعني أصقاع الدنيا، يعني خاصة لما يكون مثلا فارق التوقيت مثلا كبير يؤدي إلى اضطراب في النوم، نسميه احنا جيت لاج أو متلازمة
لو اضطراب اللي هو النوم او اضطراب السفر عفوا. وقلنا بعد يعني تجنب مخالطة الاخرين، يعني الان عزل نفسه مدة اسبوعين، ممكن تكون اسبوعين هذه راحة، لان احيانا تكون الزيارات الكثيرة المكثفة ترهق الحاج، يعني خاصة بعد يعني اداء يعني مناسك الحج مجهود بدني شاق جدا. قلنا احنا 30 كيلومتر الى 50 كيلومتر اذا يعني فقط مشي على الارجل، فيحتاج الراحة هذه سبحان الله، يعني هي فترة عزل لتأكد خلو الحاج. دكتور، فيما يخص النوم، في بعض الحجاج ما يترتب كمان نومهم اذا رجعوا للديار، فيضطرون انهم يستخدمون منومات او حبوب منومة، ما ضررها يا دكتور؟ نعم، جميل جدا، يعني سؤال في الصميم. طبعا الأدوية المنومة لا ينصح باستخدامها. في عندنا طبعا أدوية منومة مثلا في الصيدليات موجودة بدون صرف دكتور. نعم، إذا قلنا الأدوية اللي بدون صرف، في دواء الميلاتونين. الميلاتونين تعرف الميلاتونين هو هرمون تفرزه الغدة النخامية، متوفر في صيدليات المملكة، كان في السابق غير موجود. هذا يعتبر يعني لا يسبب التعود ولا يسبب الإدمان، مهم جدا ومهم جدا يعني تعديل النوم للناس الذين لديهم مثلا أرق أو صعوبة في النوم بعد أداء مناسك الحج. ميلاتونين هو هرمون يفرز من الغدة النخامية. سبحان الله، لما يكون اللي هو نقول دائما إحنا النوم في أماكن مظلمة أو مغلقة، هو هذا تبدأ الغدة النخامية بإفراز الميلاتونين، لذلك يساعد على النوم. فاستخدام هرمون الميلاتونين يحسن النوم. في بعض الأدوية الأخرى مثلا مضادات الهستامين، مضادات الهستامين من مضاعفاتها الجانبية أيضا تساعد على النوم. تعرف حتى بنادول اللي هو نايت، يعني في مضاد للهستامين يساعد على النوم. طبعا يعني أنصح بتجنب الأدوية الأخرى، في مجموعة كبيرة من نسميها الأدوية المهدئة، الأدوية المخدرة، أنت عارفها، عائلة كبيرة هي، لا ينصح باستخدامها لأن تسبب يعني تعود وإدمان. أيضا في نص دقيقة يا دكتور، فيما يخص الصداع، بما أنه عرض من أعراض الاضطرابات، في حقنة يأخذونها الحجاج بعد العودة يمكن في المستوصفات، ما رأيك في هل هي صحيح تساعد؟ طبعا هي الحقنة العضلية هو الفولترين، هذا الحقنة العضلية الفولترين هي مضاد للالتهاب، مسكن للألم ومسكن للصداع وخافض الحرارة. طبعا أنصح باستخدامه لمن لا يعني ليس لديهم موانع طبية. لما احنا نقول الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ومرضى السكري تزيد من اعتلال وظائف الكلى، فاحنا نقول خافض الحرارة البنادول ومشتقاته كالأدول فيفادول، هذا يعني آمن، هو خافض الحرارة وأيضا مسكن للألم. أيضا البروفين والفولترين أقراص أو مراهم، طبعا الفولترين مرهم للآلام العضلية، تساعد في التخفيف من الصداع وبعض نعم. الألام مثل العضلات. نعم دكتور. نعم، جميل جدا. فإذا دكتور محمد بن عبد الله آل شيف، استشاري أمراض باطنية وأمراض تخثر الدم والأوعية الدموية، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة. حياكم الله وشكرا للاستضافة، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب استماعكم. في ختام حلقتنا هذه أجمل تحية مني، مقدمة البرنامج بدرية خالد، ومن المعد والمخرج أيمن بن رابح العمري. انتظرونا غدا في نفس الموعد، دمتم في حفظ الله ورعايته.